بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه العين. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بألف صحة وعافية. رايحين نعمل مع بعض إن شاء الله كريم رائع لتكبير الصدر بأربع زيوت رائعة لتكبير حجم الصدر، ويمكن كذلك استخدامه للمؤخرة. مكونات هذا الكريم عبارة عن ملعقتين كبيرتين من أي نوع كريم مرطب متوفر عندك في البيت، أي نوع يمكن استخدامه، لكن الزيوت يجب أن تكون هذه الأنواع، عبارة عن زيت جنين القمح، ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح، نحتاج لملعقة كبيرة من زيت السمسم، زيت السمسم، ونحتاج لملعقة كبيرة من زيت الصويا أو الصوجا، ونحتاج لملعقة كبيرة زيت زيتون طبيعي. أولا نأخذ ملعقتين كبيرتين من أي نوع كريم مرطب، نضع عليه ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح، ممتاز لتكبير الصدر، ونضع كذلك ملعقة من زيت السمسم بدوره، ممتاز لتكبير الصدر والتسمين. كذلك نأخذ ملعقة كبيرة من زيت الصويا أو الصوجا مستخرجة من بذور فول الصويا، ونحتاج ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نخلط كل هذه المكونات مع الكريم جيدا، يفضل خلطها بالخلاط الكهربائي. تنسجم كل الزيوت مع بعض. هكذا نخلطها جيدا. حتى نتحصل على هذا الكريم الغني بالزيوت الخاصة بتكبير الصدر. طريقة استخدامه: بعد تنظيف منطقة الصدر يفضل أن تأخذي منشفة أو فوطة ساخنة مبللة بماء ساخن، ضعيها على منطقة الصدر لتتفتح المسام، ثم قومي بعمل تدليك بهذا الكريم لمدة 20 إلى نصف ساعة، تدليك الصدر من أسفل لأعلى عكس عقارب الساعة يوميا، مرة في الصباح ومرة في الليل قبل النوم مدة شهر كامل، وإن شاء الله النتيجة تكون مرضية. وهذا الكريم يمكن استخدامه كذلك لتكبير المؤخرة وتكبير الخدود. إن شاء الله الوصفة تنال رضاكم وتطبقوها. أتمنى الاشتراك في القناة، وذلك لدعمي على المواصلة وليصلكم كل جديد مفيد. أرجو تفعيل الجرس
الذي يوجد أعلى قناتي، وذلك حتى تصلكم كل الفيديوهات التي أقوم بتنزيلها. دمتم في رعاية المولى عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.